شيعي يقول الأستاذ الدكتور الباشمهندس يوسف عادل بعنوان العبد الكسلان، كان إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم وزناد، فأعطى واحد خمس وآخر وزنتين وآخر وزنة وراعى القدرات كل حسب طاقته، وسافر شهورا أو سنوات. ولما جاء ليحاسب عبيده على ما أعطاهم من أمانات، وجد من أخذ الخمس ربح مثلها بالكفاح والمتاجرات، فمدح سيده على إخلاصه ويقصده والسداد في الأوقات. وكذا من أخذ الوزنتين كان أيضا مجتهد وأمين، فقد عمل رضا سيده وربح أيضا وزنتين. أما العبد الكسلان من تقاعس واستهان، خاف وأخفى الوزن ولم يشعر بالإطمئنان، ولم يتاجر كرفاقه ولم يكن ندمان، ولم يفهم قصد سيده واتهم بالظلم والطغيان. يحصد ما لم يزرع ويجمع من قوت الغلبان، ولم يعطيه كرفاقه وميزهم عليه في الأوزان. ونظر لنصف الكوب الفارغ ولم يلتف للنصف المليان، ولم يقدر سيده ولم يذكر أفضاله طول الزمان، ونسى أن سيده له اليد العليا والسلطان، عالم ببواطن الأمور ويعرف إمكانية كل إنسان. فأخذ سيده منه الوزنة فهو لا يستحق الإحسان، وقد خان العهد وليس له أمان، وأعطاها لمن له عشر وزنات لأنه مجتهد وكسبان، وأوصى أن يطرح خارجا حيث البكاء وصريد الأسنان. وأنت ماذا عن وزناتك وكل ما وهبك الله بعد الإيمان؟ وماذا ترد للعلي من أجل طول أناته عليك حتى الآن؟ هل بتدور على النفوس الضالة اللي اقتنصها الشيطان؟ وشغلك الشاغل ربح النفوس لتتعرف على الإله الحنان؟ وما موقفك لبنيات رب المجد؟ هل سيجدك سهران ولا بتجري في العالم بإيدك وأسنانك وعن يسوع أفلام؟ تاجر يا أخي بوزناتك تنال أكاليل وتيجان، وتخطف نفوس من النار لينال التوبة والغفران. كن مستعدا للقاء إلهك، ولا تكن كالعبد الكسلان، لتكون مع الغالبين لما يأتي الديان ويدعوك لعشاء عرس الخروف، منتظر فرحاته. شكرا يا اخ يوسف عايزك.